في طوائف كتموا الحق ده، بعضهم كان يدعو للتوحيد مرت عليه السنوات فانحرف، كجماعة أنصار السنة المحمدية ما تزعل، مركز عام إصلاح طنبجوه النازل، والله الذي لا إله غيره، ونحن عندنا ردود عنه إن شاء الله عليهم مفصلة بالوثائق إن شاء الله تعالى. مركز عام يا زول يا أخي انتسب للسنة، اجيبوا في برنامج اسمه في حياتنا، سووا معه لقاء أسي في اليوتيوب، خش فيه، خش اليوتيوب لقاء جايبين فيه 20 دقيقة، زول قائد للجماعة يقول أنا بحب البرعي عديل كده. استمرت علاقتكم بالصوفية بعد ما أنت؟ أصدقائي أنا ما أخسرهم أبدا، يعني حس عبد الرحيم البرعي والله أنا أحبه، يعني حس عبد الرحيم البرعي والله أنا أحبه، لأنه شعره فيه شعر جيد. تحب البرعي يا ناس؟ قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، أنا طبعا بجيبه لك إن شاء الله في الرد باسمه بالوثيقة تسمعها كذي صورة وصوت إن شاء الله. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ، يعني ظهر، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال لك ديل تقول لهم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ورأي يقول إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، جاءت مصيبة في البلد نادي إسماعيل، ده أنا بحبه في الله. هسي عليك الله لو زول نبز أبو زول، نبز أبوه قال له أبوك ده كذي وكذي وكذي، بعدين الشكل معه تاني بيجي للناس يقول له أنا زول اللي بحبه، نبز أبوك تحبه كيف؟ أنت ما بتغضب لأبيك؟ طيب زول أساء إلى الله تعالى وأساء إلى العقيدة الصحيحة، ده أنا أحبه كيف؟ باركوه شكلي. واحد اسمه مطر ده الثاني، داك في المركز العام ده في الإصلاح، مطر ده جابوه جاب لهم بيك التاحتها، قال لهم أنصار السنة أهل سنة والأخوان المسلمون أهل سنة والصوفية أهل سنة، بس الشيعة ديل الكعبين، لكن ديلك أهل سنة ونحن بس بيناتنا خلافات بسيطة نقعد في الواطة نحله، وأنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية، قال كذي، وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة، والصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة. ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين، في صوفي بيقرأ أبو بكر والعمر والعثمان أبدا، صح بيناتنا خلافات بسيطة، نقعد في وطن حلة، لكن نحن واحد، ما بنقبل في الصوفية ولا بنقبل في الأخوان المسلمين، وأخوان المسلمين والصوفية ما بنقبل في أنصار السنة، كل بيد واحدة من شنو؟ الشيعة. أسدي عتود بيصدقها، ومحمد الأمين قاعد، ذاك أصله باركوه كبير، وبيجاي ده عبد المنعم، مين عبد المنعم صالح ده من الجماعة قاعد، قاعدين النازل يا ناس صوفية ديل والله الذي لا إله غيره، ديل من أفسد خلق الله في أرض الله. الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صوفية قالوا قماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، قال البرعي في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، ذاك المرغني قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا في النور البراق وفي فيوض البحور المتلاطمة. الله في القرآن سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، ما كلام واضح؟ الصوفية قالوا لا لا ذا الخنجر، بعدين وكيد دار يأكد معلومته استشار له واحد تاني، والواحد التاني ذاته أبلد منه، قال له مش يا شيخ حامد
المطر قال الشيوخ بنزلوا المطر والمطر بحسب البياض، وتلقى سرابتين دي بيجاي نزلت فيها مطر بنات انترس، ودي بيجاي ما نزل فيها مطر. السبب ديلك دفعوا البياض وديل ما دفعوا شنو البياض. واحد في السوق حالق دقنه، قالوا ليه الكلام ده؟ قالوا والله لو جك ولا جرى كانت مويه كشحوها ما تتثبت، قال بتترشى بيجاي وبيجاي، خلي كمان مطر فوق قال يجيبها بيجاي. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض، أمن سؤال، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وده ما الخنجر براو عقيدة الصوفية في كتاب فيوض البحور المتلاطمة ده بتاع الختمية قال صفحة 109 على 111 قال في شيخ اسمه عبد الله العيدروس من كراماته أنه دخل عدن في اليمن فقال يا سماء أمطري لبنا أو أمطري لبن فإني في عدن، يا أمطري لبنا عشان تجي في السجع، يا سماء أمطري لبن فإني في عدن فأمطرت لبنا كر جابته لبن. السماء موية ما بتجيك إلا الله إذن لها، تجيب لبن عديل ولبن ياتو بقر ولا غنم ولا لبن إبل لبن بودرة ولا لبن أصلي، ياخذ كل لخبتة. السحاب ده لبن يا ناس، لبن عديل يعني ماشي في الطريق تقع فيك جمادة عليمك ربك، تجي بسلة واقعة من فوق عليمك كلام كله هوس ولخبتة. ده الجماعة ديل الموضوع ده الآن كثير منهم بقى يسوي له مشاكل، والله الذي لا إله غيره. سمعنا تقارب بين الصوفي بين السنيين والشيعة، يدعو إليه قادة الباطل كجماعة الإخوان المسلمين، لكن كون تقارب بين ناس ينتسبوا للسنة وبين الصوفية كيف تقاربوا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ده اللي بيقربنا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والنازل عديل كتمان للحق، بعض رؤوس يعرف المجازفات والانحرافات التي يقع فيها هؤلاء أو تقع فيها الجماعة ويسكت، عارفين عاملين فيها مطنشين، يقول لك أنا ما داير مشاكل وما داير ردود وخلوا الناس في حال انتسب للسنة، بعد شوية تلقى يقول لك غلاة الجرح والتجريح، انت ما قلت ماذا الردود اتدخلك هنا شنو، انت تسكت من ديلك اجايبك لدي شنو. زول يتورع من الرد على محمد مصطفى يسيب في الصحابة زي صلاح جوزة، زول يتورع من الرد على محمد مصطفى او ما يرد عليه ويتجرأ لسانه يرد عليه شيخ ربيع، بس ده كلام شنو؟ ذاك امام في السلفية وده امام في الضلالة، عميد محد الفساد والافساد بالفتحات محمد مصطفى عبد القادر، انحراف كامل في هذه المسألة. قل لك لا نحن والله كنا بنقول المسألة دي كذي وما كذي، كلامه في معاوية رأيكم شنو؟ صلاح جودة ومين أيوب موسى تعال لخبة سائل نازل يا أخي تعال كذا، أنا ما أصبر لين نازل إن شاء الله سنجعل أرضهم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بس ترقبوا قريبا إن شاء الله لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا هؤلاء القوم
لخبطة في البلد واكفين أذى في الطريق في الدعوة إلى الله تعالى، ورفع الأذى عن الطريق صدقة. تلاقينا قزازة زي دي، قزازة هشة ساي نيدعى ونمشي نمش قدامي لاقينا أخو مسلم شوكة نيدعى من الطريق، حسنات كلها من شعب الإيمان كلها، والتماشي طوالي أجر كبير إن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى.